المفهوم الخاطئ الثالث ان لازم البرنامج الخاص بالطفل المعتمد على الاي بي اي يكون 40 ساعه في الاسبوع، ولو ما كانش 40 ساعه في الاسبوع مش هيجيب نتائج وتحسن وتطور في مهارات الطفل. الكلام ده مش صحيح. ليه مش صحيح؟ احنا دلوقتي لما نيجي بنعمل تقييم للطفل وبنتيجه التقييم ده بتبين نقط القوه ونقط الضعف، تمام، وبناء عليها بنبتدي نحط الخطط السلوكيه وبنبتدي نحط المهارات اللي هو محتاج ان هو يشتغل عليها. فعلشان كل طفل مختلف ونقط القوه ونقط الضعف بتاعته مختلفه، معنى كده ان في طفل ممكن نشتغل معاه 20 ساعه في الاسبوع، في طفل تاني محتاج ال 40 ساعه، في طفل تاني محتاج 10 ساعات بس، في طفل تاني محتاج اقل من كده، في طفل تاني ممكن يكون محتاج بعض الكونسلتيشن وبعض الاقتراحات مع الام او مع المدرسه في المدرسه، وبالتالي اتس انف. يبقى معنى كده ان فكره 40 ساعه دي مش صحيحة خالص. أوكي، شكراً.